أيها الحفل الكريم، أيها المتابعون الأعزاء، بحضراتكم وبهذه الانطلاقات الرائعة والجميلة في هذه المشاهد المميزة على بركة من الله سبحانه وتعالى، أعلنت بداية وانطلاقة الشوط الثاني عشر والمخصص لانطلاقات وتحديات سن الإجذاع فئة القعدان مسافة 6 كيلومترات. شوط ينتهي، شوط يبدأ من معارك هذا المساء، من معارك هؤلاء الأبطال الذين ينطلقون في أقوى واعتى وأكبر وأقوى المهرجانات الخليجية، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله وأطال الله في عمره يا رب العالمين. نسير بحضراتكم متمنين للجميع التوفيق. البداية وهنالك العراف على البداية وعلى المركز الأول، عبد الله بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة البريدي من يتقدم على البداية، ينطلق على المركز الأول. العراف يستفتح لنا النداء الأول، نتابع وإياكم النقلة والدور إلى المركز الثاني. هذا هو الأدهم الذي يصل على المركز الثاني، سعيد بن علي بن سعيد براية المري مع المركز الثاني. المركز الثالث الحضور من قبل الشامي حمد بن سليم بن حربي بن محمد العامري من ينطلق مع المركز الثالث. انطلاقة المركز الرابع الحضور من قبل طايب عتيق بن سيف بن عبيد بن سعيد بالكديدة مع المركز الرابع. تواجد المركز الخامس الحضور من قبل بدران سالم بن عامر بن حميد بن عمهي المنصوري مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة الأولى للخمس المراكز المتقدمة. النداء الأول أتممناه على مسامعكم، وهنالك الأسماء التي تحضر والشعارات التي تنطلق مع هذا الحضور بهذه المسيرة الرائعة. نعود وإياكم بعد ذلك إلى البداية، نعود إلى المركز الأول لكي نتابع الصدارة والبداية مع انطلاقة الأدهم الذي ينطلق على البداية ويتقدم على الصدارة الأولى. القادم من دولة المملكة العربية السعودية وبالتحديد من ميدان السيح الذي يحضر وينطلق ويتواجد شعار سعيد بن علي بن سعيد براية على المركز الأول وعلى البداية الأولى، يتقدم ويقدم لنا الأدهم. هنالك النقلة والدور إلى المركز الثاني، حيث التواجد من قبل الشامي حمد بن سليم بن حربي بن محمد العامري الذي يتواجد على المركز الثاني، ويصل أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة متواجدين مع المركز الثاني. المركز الثالث هنالك الحضور من العراف عبد الله بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة البريدي، هنالك على المركز الثالث، وأبناء الدار أيضا حاضرين. مرحبا بالجميع في دار الجميع، مرحبا بالشعارات القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي في هذه الإثارة والمتعة والتحديات في هذه الطقوس المميزة التي تحضر بحضور الأبطال. إذن المركز الرابع نتابع بالعمهي الذي يصل مع المركز الرابع مع انطلاقة وحضور بدران مع رابع المراكز، سالم بن عامر بن حميد بن عمهي المنصوري مع المركز الرابع. انطلاقة المركز الخامس نتابع وإياكم. المركز الخامس نتابع وإياكم المياس وعلي بن خلفان بن سالم بشاوي الغفلي مع المركز الخامس، يتقدم ويقدم لنا اسمه وشعاره مع هذه الانطلاقة. هكذا أتممنا، هكذا أكملنا، والكمال لله سبحانه وتعالى. نعود إلى البداية، نعود إلى المركز الأول لكي نتابع الأدهم الذي ينطلق
ينطلق على البداية الذي يتقدم على المركز الأول، شعار سعيد بن علي بن سعيد براية. يلا يا براية ركز، يلا يا براية ركز، الأسماء التي تحضر بكل قوة والأسماء التي تتواجد بكل إبداع، حيث العراف الذي يأتي ثانيا بانطلاقة بن ذروة، البريدي يصل مع حضور العراف وعبد الله بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة البريدي. المركز الرابع وصل المياس بانطلاقة علي بن خلفان بن سالم بشاوي الأغفلي من يتقدم مع المركز الثالث. انطلاقة المركز الرابع يصل شعار المنصوري مع بدار الذي يتقدم مع المركز الرابع. نتابع وإياكم انطلاقة مزعل، وصل الآن مع المركز الخامس يتقدم مطر بن محمد بن دحروي العامري ويتواجد مع خامس المراكز. هكذا هي الأسماء التي أتممناها على مسامعكم، هكذا هي الشعارات الحاضرة والمقدمة لنا. أنقى وأروع وأكبر وأقوى وأشد الأسماء التي تتمكن من حضور هذه النتيجة وتتواجد من خلال هذا الأداء المتميز، حيث الانطلاقات على مستوى واحد وحيث السرعة تبدأ بالازدياد. وبن ذروة على البداية، بن ذروة على المركز الأول الذي يتقدم على البداية، وتابعه مزعل. مزعل 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 مزعل، يا تزعلهم يا يزعلونك، يا تزعلهم يا يزعلونك، يا بن دحروي يا العامري الذي ينطلق على البداية. أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، وين بالضبط يا أبو مهرة؟ وين في الهباب؟ هنالك يتقدم بن دحروي على البداية والعصا في الأبطان. الأسماء القادمة بكل قوة، بن ذروة البريدي قادم مع الكيلو متر الأخير، الكيلو الجميل. وصل الآن طايب عتيق بن سيف بن عبيد بن سعيد بالكديدة وهداد، وصل مع شاجع بن حمد بن محمد بن طفلة المري، بينما تواجد المركز الخامس وهو المياس. ولكن نعود إلى البداية، نعود إلى المركز الأول، إلى مزعل. مزعل في هذا المساء الحاضر بكل قوة، الحاضر بالتواجد المميز الذي ينطلق على البداية. روح يا بن دحروي، روح يا بن دحروي، وش منتظر؟ بلكديدة قادم مع طايب، طايب مع المركز الثاني. ولكن خلاص انهى الأمور، انهى الأمور. هذا هو مزعل، مزعل على البداية على المركز الأول بانطلاقة مطر بن محمد بن دحروي العامري الذي يتواجد على البداية. والسلام إلى مرغم، مرغم تنتظر السلام، تنتظر الإبداع المميز الذي أتى به ذلك البطل وقدم عروض مميزة وحضر بالأمتار الأخيرة. تهانينا والف مبروك. المركز الثاني طايب حضر بكل قوة بانطلاقة عتيق بن سيف بن عبيد بن سعيد بالكليدة. المركز الثالث كان الحضور من قبل النادر محمد بن أحمد بن حسن بن عيضة العامري. والمركز الثالث أو المركز الرابع، المركز الرابع هو الغزال سعيد بن صالح بن محمد بن خلفان المنصوري. والمركز الخامس حضر هداد شاجع بن حمد بن محمد بن طفلة المري. نعود وإياكم بعد هذا الملخص وهذه الإعادة بالتهنية والتبريكات لمالك مزعل مطر بن محمد بن دحروي العامري. التوقيت الزمني وتوقيت ذلك البطل مزعل هو 9:18 92 جزء من الثانية. توقيت الحاضر على المركز الأول، الحاضر على المركز الثاني، فهو في هذه اللحظة طايب بانطلاقة عتيق بن سيف بن عبيد بن سعيد بالكديدة. 9:23
48 جزء من الثانية توقيت الحاصل على المركز الثاني. المركز الثالث كان الانطلاق من قبل النادر بانطلاقة وحضور شعار محمد بن حسن العامري. التوقيت 9:26. 5 أجزاء من الثانية توقيت الحاصل على المركز الثالث.